صاحب الموسوعة التاريخية بلادنا فلسطين مصطفى الدباغ، ولد في يافا وعمل مدرساً فيها، تقلد عدداً من المناصب في قطاع التعليم، فبدأ مساعداً لمفتش المعارف في نابلس وغزة، ثم مفتشاً للمعارف في يافا ونابلس. حرص خلال عمله على افتتاح المدارس في القرى الريفية، وحث الأهالي على التبرع بالأرض وبناء المدارس مقابل تولي الحكومة تعيين المعلمين والإشراف عليهم. جمع ودون خلال تجواله أحوال القرى والمدن والعائلات لينتج موسوعته التاريخية بلادنا فلسطين، لكنها غرقت في البحر أثناء هجرته من يافا في آخر مركب غادرها خلال النكبة. عمل بعد نزوحه في التعليم بين سوريا ولبنان والأردن وقطر، وعاد بعد ذلك ليستقر في بيروت متفرغاً للعمل البحثي. أعاد الدباغ كتابة ونشر تحفته الموسوعية بلادنا فلسطين في 11 مجلداً، وكانت من أهم ما كتب عن فلسطين. توفي الدباغ في بيروت ودفن فيها في 1 من تشرين الأول العام 1989. العظماء لا يرحلون، بل يخلدهم التاريخ.